السلام عليكم طلاب، اليوم إن شاء الله استكمال للمحاضرة السابقة موضوع الـ Analysis of Statically Determined Structure. يعني أتوقع المحاضرة السابقة وصلنا الحد الـ الإكوليبريم مال ستراكت لو برنسبل اوف سوبر بوزيشن. تمام، اوكي. The principle of superposition. That's it. I am calm. Okay. زين. احنا المحاضرة السابقة شنو أخذنا؟ أخذنا اللود باث. قلنا شلون بينتقل اللود أني مالتي بالنسبة للستراكشر. قلنا شفته من اللود باث حتى انا اعرف شلون اعرف الميكانيزم شلون ينتقل اللود، بالتالي اعرف انا مالتي الستركتشر شلون يقاوم الاحمال المسلط عليه. وعرفنا الفرق بين ال1 واي وال2 واي. وال1 واي ليش 1 واي؟ ليش عامله 1 واي؟ هل لانه بسبب انه مستند فقط من طرفين متوازيين؟ زين، مرات هو مستند من اربع اطراف، ليش حسبناه هذا 1 واي؟ مو تمام؟ هذا كله مرينا عليه المحاضره السابقه. هاي المحاضرة راح ناخذ فد مبدأ قبل ما ندخل للديترمينينسي والستابيلتي. فد مبدأ اللي اسمه هو من أهم مبادئ الستراكشر أناليسيز هو السوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن هو عبارة عن يعني سامي باللينير إلاستيك ستراكشر. شنو يعني لينير إلاستيك؟ لينير خطي، إلاستيك يعني مرن. من يقول أنا هاي المادة لينير إلاستيك شنو أقصد بيها؟ ما اعرف شرحت هذيك المحاضره او لا او لكم او غير مرحله، بس خلي هسه كنا نعرف الستريس سترين دايجرام. ها هذا الستريس سترين دايجرام اللي هو يعتبر من خواص الماده. يعني انا دا ادرس شنو كونكريت، ستيل، تمبر، اي ماده اخرى بيها مثل الهويه. من احد اهم الصفات او السمات الرئيسيه للماده هو ستريس سترين دايجرام. شنو هو ستريس سترين دايجرام؟ عباره عن دايجرام في الخط الافقي البي سترين والخط العمودي اللي بي ستريس، او مرات يسووا القوه الى شنو الديفلكشن او الديسبليسمنت. مو عرض اي ماده، لنفرض جبت رود حديد، شيش حديد، عرضت الى قوه تنشن مثلا، راح الاحظ انه بالبدايه كل ما ازيد القوه كل ما دا ازيد القوه ايش بيه سترين. يعني مثلا قست القوه مثلا 10 كيلو نيوتن، شفت السترين 10 ملي، زيدت القوه مثلا 20 صار 20 ملي، وهكذا. يعني شنو؟ زياده لينير خطيه، بيصير استطاله تغير طردي ويا من؟ ويا القوه المسلطه او الستريس المسلط. لحد ما يوصل مرحلة شوية عشان نقول في شيء، لحد ما يوصل مرحلة لا